تلاقي برنامج بيقول لك محتاج دوت نت, اعرف ان هو اشتغل ببرامج برامج تخص مايكروسوفت. اختصار للكلام ده ان هي عاوز اقول لك الفرق بين برامج جافا دي اللي هي بتروح للموقع الويب سايت بتاع اوريكل. طيب لازمتها ايه الكلام ده؟ طب انا ماشي خلاص عرفت اللايبرز وعرفت ايه فعلا الستاتيك والديناميك, طب ايه هستفيد ايه؟ لان انت دلوقتي لو مثلا في برنامج اوتوكاد بيقول لك ان انت محتاج دوت نت, تعرف ان هو على طول البرنامج ده معمول, طبعا استحاله يكون معمول بالسي ولا سي بلس بلس, بيبقى معمول بالسي شارب, وهنقول لك دوت برضو الفرق بين السي والسي بلس. تمام. طب لقيت برنامج يقول لك انا عاوز حاجه جافا, اعرف ان انت داخل على بس محتاج ان انت برنامج تعرفه على الجافا, فبتدخل على اللي هو زي ما انت عارفين طبعا اوركل اشترت جافا. تمام. لازمته ايه؟ عشان احنا قلنا احنا مش سوفت وير, احنا ديفلوبر. فانت حضرتك مثلا ما ينفعش, ممكن الاوتوكاد صح يكون في بارت منه جافا, بس مثلا سي اللي انت خلي بالك مش معنى برضو البرنامج اوتوكاد لو قالك انا محتاج فريم ورك نتورك كذا معناه ان هو معمول توتال كله كذا, هو ممكن بس نسبه 80 او 70% منه, وممكن في حاجات في ابلكيشن بتعملها سيت اب بالجافا. تمام. بس مثلا لو لقيت مثلا لك انا محتاج دوت نت, تعرف ان هو زي ما تقول لك دوت ان اي تي او دوت نت, تعرف ان هو البرنامج ده معمول ببرامج تبع مايكروسوفت, سواء مايكروسوفت فيجوال سيز الموجود تحت هنا ده او اي برنامج. طبعا في برامج كتيره بس مش عاوزين يعني ايه, خلينا بس في مايكروسوفت فيجوال. هنقول لك ليه مايكروسوفت فيجوال, قال لك لا انا محتاج جافا معين, تدخل على اوريكل وتشوف تعرف ان هو معمول باللانجوج بتاعت اوريكل. طيب انت كده عرفت اللايبرز, قلنا الاستاتيك لايبرز اختصارها دوت ال اي بي, زي ما قلت لك دي بتبقى جوه الابلكيشن بتاع البرنامج اللي حصل فيها ايرور خلاص البرنامج بيقف, والدايناميك اختصار دوت دي ال ال زي ما قلت لك زي الانفايرمنت بتاعت التكنا, ممكن تقدر تغير فيها وتعمل فيها اللي انت عاوزه. طيب لازمتها ايه؟ زي ما قلت لك عشان تعرف انت ديفلوبر, فتعرف لو في فايل دوت ليب استحاله طبعا هتغيره غير لما تعرف بقى الفايل ده, طبعا تبقى ادفانس بقى قوي وممكن تقدر تغير, بس عشان ما يعني ما حدش يقول ان احنا بنشجع الناس ان احنا نغير في الحاجه. تمام. ودوت ديل زي ما انت شايف بتاعت التكله ممكن تغيرها والبرنامج شغال او الابديت بتاعت الويندوز شغال. طيب انت دلوقتي هتقول لي لغه البرمجه هل بتفرق في كل ده؟ لو في الميدل ايست ما بتفرقش غير في حاجات بسيطه, اما في الهايت ليفت لا بتفرق طبعا. لو انت فاكر لغه الفورتران هنلاقيها غير لغه السي اللي احنا بنعملها. طب ايه الفرق مثلا بين السي والسي بلس والجافا فورتران؟ اولا انا عايز بس اقول لك حاجه ان الفرق بين الثلاثه دول فرق برضو على حسب الكومبايلر المترجم اللي احنا قلنا اللي بيترجم من اللغات دي للغه اللي هي الماشين كود 0 و1. تمام. فالفرق بين الثلاثه دول على حسب الكومبايلر. لو قدر الله الكومبايلر بتاعك ضعيف مش ممكن الفورتران بتاعتك, مش هنقول مش هيشغلها بس هياخد مثلا وقت. خلي بالك احنا بعد كده بنتكلم بقى, هنتكلم في برامج وفي كود وفي عمليات كبيره مش تبقى حاجات صغيره, مش هقول لك جمع وطرح والحاجات دي. تمام. ولو الكومبايلر مثلا بتاعك لو مثلا دخل على عملته بالسي او سي بلس بلس او الجافا ممكن يقرا, ولو طبعا دخل على اللوست اللي هي الماكرو اسمبلر او السمبلر ده طبعا هيقرا حتى لو كان تعبان مول يعني زي ما الناس بتقول. يعني لو كومبايلر بتاعك قوي بيستحمل وانت شايف فورتران او الباسكال ماشي خلاص مفيش مشكله اشتغل بيه, هو كده كده هيساعدك. لو اشتغلت على السي والسي بلس بلس والسي شارب تمام, لا طبعا هيبقى معاك بروفيشنال, هيبقى معاك برو طبعا, ده لو اشتغلت عليهم هيبقى طلقه. طيب ليه احنا ليه انا الكورس ده بدات معاكم في السي ما بداتش معاكم بالسي بلس بلس او السي شارب؟ تمام. طبعا انا ما اعرفش ايه الفورس دي, ما عنديش اي انفورميشن عنها. زي ما قلت لك الجافا دي لايبرري اللي هي دوت اللي هي بتستخدم برامج اللي هو الجافا المعينه. تمام. والسي والسي بلس بلس بتستخدم دوت نت اللي هي بتاع مايكروسوفت. تمام. طيب هل لو انا هكتب في الجافا امر هو هو في السي؟ هو هو, بس مع اختلاف زي ما قلت لك اللايبرري واختلاف يعني بتبقى بس زي هقول لك حاجه اوضح لك بيه, اوضح لك بالظبط برنامج الساب وبرنامج الاستاد ده انترفيس لوحده او شكل لوحده وده شكل لوحده نهائي, وده ليه مثلا مكان معين بتعرف منه اللي هو السبورت اللي هي الرولر والهنج ومش عارف ايه, وده ليه برضو مكان معين وتعرف. بس هل بقى يا ترى لما تعرف فيكسد هنا هل هيكون هنا؟ اكيد. انت كده بالظبط اللي انا اقول عليك, انت كده بتتكلم في مدى الاستراكشر.
واللي احنا بنتكلم فيه ده مبادئ اللانجوش، بروجرامنج لانجوش، ملاش دعوه بقى انت سي بلس بلس. السي والسي بلس بلس يعني بتبقى في حاجات بس متغيره، السي دي اللي هي زي ما تقول كده التقليديه او البدائيه يعني، تمام. بس انت مثلا سي لو حليت سمبل بيم او حتى ستراكشر، تمام، بالساب، او خلينا بس سمبل بيم، لو حليت سمبل بيم في الساب هي نفس السمبل بيم في الاستاد، تمام، متفقين لغايه كده مفيش مشكله. يعني لو حليت بالسي او سي بلس او سي شارب او الجافا لو سمبل كود او برنامج بسيط هيطلع نفس كل حاجه، تمام. طب لو انت حليت بقى برنامج هاي رايز بيلدينج او حاجه بقى فيها ايرثكويك او سايزميك او سيزميك يعني او ويند او 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 حاجات فيها الجايد اللي هي مثلا زي البريدج او اللي هي الالكتريك ترانسميشن تاور جايد، ده اللي هو اللي بتبقى فيها حبل يعني، انت فاهم قصدي، او كيبل يعني، تمام، يكون فيها كيبل. فطبعا لا، بتلاقي هنا الاكيورسي بتاعت مثلا الاستاد اقوى شويه من الاستاد، وتلاقي برضه الاستاد اقوى في حاجات معينه من الاستاد، انت فاهم قصدي ازاي بالظبط. نفس الاكزامبل تو اكزامبل اللي احنا طبقناه مع الساب والاستاد طبقهم برضه على السي والسي بكل انواعها والجافا، هو نفس الكود، بس زي ما قلت لك بيبقى فارق في اللايبرري، فارق في الانترفيس، فارق في الشكل. فانت دلوقتي مبدئيا عرفت كده ايه الفرق بينهم، تمام. طيب وزي ما قلت لك احنا ليه بنبدا بالسي، لان السي دي لو انت بقيت فيها كويس خلاص. السي بلس بلس ما انصحش مهندسين مدني بالذات ما ياخدهاش، لان انت لو السي معاك ممكن تدخل على السي شارب، وانا شايف ان انت السي بلس بلس هي بس عالجت عيوب بسيطه في السي، فمش هنقول طبعا ملهاش لازمه، بس يعني انت مش هتبقى سوفت وير زي ما قلت لك، انت هتبقى سوفت وير ديفلوبر، ولا هتحتاجه في السي بلس بلس هتغطيه طبعا السي شارب، تمام. تمام، طيب يبقى احنا كده سريعا، تمام، قبل بقى ما زي ما قلت لك احنا عرفنا ايه البرمجه والكونسبت انت كسوفت وير ديفلوبر بتمشي عليه، وعرفنا ليه في بروسيسور وليه في رامات، وايه الفرق بين البروسيسور والرامات والكاش ميموري، وعرفنا البروسيسور ده بيقرا بس الباينري سيستم اللي هي 01 اللي هي الماشين كود، تمام، وعرفنا انواع اللغات، وعرفنا يعني ان انت فرق بين ال 32 وال 64، ويعني ايه يحجز مساحه في الميموري او في الرامات، تمام. وزي ما قلت لك طبعا اللايبرري ستاتيك والديناميك، وعرفنا ايه الفرق بين دوت ان اي تي اللي هي دوت نت، تعرف انها دي كده برامج تشتغل على مايكروسوفت فيجوال، تمام. الشافة طبعا هي لازم قلت لك ان هي الاوريكل، تمام. طبعا هي زي ما قلت لك الدوت نت والجافا دي بتبقى برامج هيلبر او مساعد، مش عاوزين برضو ندخل في تفاصيل قوي، لان هي زي ما قلت لك مش احنا خصوصا في الكومبايلر والحاجات دي، ان احنا مش الكتريك او يعني مهندسين كهرباء، فاحنا بس مش يعني احنا عاوزين بس اللي يفيدنا، تمام. احنا كده ان شاء الله بقى نبدا نتعلم لغه البرمجه اللي هي السي لانجويج. عارف طولت عليك، عارف ممكن اقول قلت كلام كتير، تمام. السي لانجويج، تمام، بتتكتب عن طريق حاجتين، لا اما كومبايلر، وزي ما قلت لك ده مش اختصاصنا، اختصاص يعني يعتبر مهندسين كهرباء او مهندسين كمبيوتر ساينس، تمام. لا اما في حاجه اسمها الاي دي اي اللي هي انتجريشن ديفلوبمنت انفايرمنت. طيب ما فهمتش حاجه، يعني ايه اي دي اي؟ معناها بيئه برمجه متكامله. إيه طب ممكن توضحها لي بحاجه قريبه من مدني زي برنامج الساب والاستاد او برنامج الاوتوكاد؟ حضرتك عاوز ترسم، فاكر انت رسم اعدادي، مثلا ما تجيب مسطره التي ومثلث فيثاغورس وتمسح وتعمل، لا انا عملت لك برنامج اشتغل عليه. طب هل الرسم بقى لو رسمته على التيبل هو لو رسمته على الاوتوكاد؟ هو مادام نفس البيرسون او ماشي على نفس الكونسبت. شفت انا قلت ايه؟ ماشي على نفس الكونسبت، هيطلعوا نفس حاجه كل حاجه، بس واحد مانوال بطيء شويه وبياخد وقت، تمام، واحد وبرنامج او طريقه تانية سريعه بتقدر بتخليك مستمتع بالرسم اكتر، تمام. زي برضو الاستراكشر، اديك سيمبل او اديك فريم او تراس او وات ايفر، تحله مانوال يبقى رخم، وتطلع شير وتطلع فورس، غير لما اقول لك استخدم برنامج ساب او استاد مجرد بس تعمل ديفاين و تعملها. طيب البرامج اللي احنا قلناها الاوتوكاد والساب والبرامج اللي بتساعد المهندس عامه دي اسمها الاي دي اي، انتجريشن ديفلوبمنت انفايرمنت، بيئه برمجه متكامله. طيب
طب زي ما احنا قلنا السي في منه برضو جزئين. كومبايلر ده يعتبر زي رسم او تحليل مانوال، طبعا هو مش مانوال او بس يعني انا بقربها لك تمام. لا اما بتستخدم الاي تي اي اللي هي برامج زي مايكروسوفت فيجوال او برامج ده لو انت بتستخدم تبع دوت نت تمام، او لو انت بتستخدم جافا اللي هي الاي كليبس او في البيلس تمام. كل البرامج دي زي ما قلت لك السيمبل بيم هتحلها نفس الاستاد نفس الساب نفس الاستاد برضو، بس زي ما قلت لك فرق انترفيس، الفرق بين ده مكان هنا الرولر فين السبورت هنا فين لا بلا بلا، ما عشان بس ما نطولش عليك تمام. فبس احنا خلينا في المايكروسوفت فيجوال تمام، هتلاقوا فيه ان شاء الله في فيديو ازاي تعمل سيت اب للمايكروسوفت فيجوال وسهل وبسيط، بس خلي بالك ان هو مساحته 18 جيجا ونص، فيعني مساحة رهيبة طبعا، لان هو موجود عليه كل اللي انت يعني بنسبة 90% هتحتاجه. يعني انت اصلا مهندس مدني زي ما تقولك ديفلوبر يعني، بس بتضطر طبعا بتنزل فيرجن دي ودي احسن فيرجن، و بيقدر خصوصا انت لسه في الاول فعاوز تعرف حاجه تساعدك تقول لك ايه الايرور ايه اللي مش ايرور وهكذا تمام. فاحنا زي ما بنقول لك اللغه بقى اللي احنا هنكتبها مش هنكتبها لكمبايلر، هنكتبها ببرنامج زي ما بتقول لك سواء الايكليبس او مايكروسوفت فيجوال تمام. ما تتخطش من البرنامج، برنامج سهل كده المفروض انت فهمت اللي احنا بقى المفروض هنعمله بقى ايه. الله ينور عليك. ان احنا دلوقتي هنكتب كود، الكود ده من كلام اللي انا قلته معناه ان هو لغه هترجم كلامك بالعربي او بالانجليش للغه هيفهمها بالظبط الكمبيوتر وهينفذها زي ما قلت لك في كومبايلر عنده في الجهاز او في البرنامج تمام. هيحول الكلام اللي احنا هنكتبه ل 0 اللي هي الباينري سيستم 001 وهتشوف انت هل ايرور ده صح ولا مش صح تمام. في بس اقول لك لما بتقرا ساعات في الاكستنشن الاي اكس اي معناها اختصار كلمه اكسيتابل تمام. اختصار كلمه اكسيتابل دي معناها ان انت الايقونه دي تمام او البرنامج نفسه او اللي هو الاكستنشن بتاع اي اكس اي معناها ان انت بقى انا هيقدم لك حاجه وظبطت لك اوامر وظبطت لك التنفيذ وكل حاجه ان انت اول ما تدوس عليها كله ده يشتغل ازاي انت اللي بتعملها. يعني مثلا زي انت بتفتح هنا برنامج الساب، برنامج الساب ده هو اللي عمل السوفت وير ليه عارف ان هو هيعمل ايه وهيعمل رن الايه ومش هيعمل رن الايه وبالظبط. هتلاقي مثلا في انترفيس طلعت لك اهي ده كله ده هو اللي معرفه هو اللي عمله تمام. هيقول لك تستنى بس كام ثانيه دول تمام، بعدين مثلا انا هطلع لك كله فاضي بس اخلي لك مثلا في اوبشن مثلا يا اما نيو موديل يا اما اوبن. طب الحاجات دي لا انا اما سوري امبورت زي ما احنا عارفين ان دي اكس اف فايل والحاجات اللي هي بتاعت الساب اللي هي S2K تمام. وهقفل لك مثلا كل الاوبشن دي وحتى اقفل لك الفايل ومش عارف ايه ما عدا مثلا التولز تمام، او مثلا الهلم لو انت عاوز تعرف البرنامج مثلا الاي اكس اي بتاعت التكلا ده مهيئ او ايقونه اول مثلا بتدوس عليها هو يقول لك لا انت هنطلع لك كده انترفيس مش هتكمل كام ثانيه وبعدين بدل ما خليك تدخل على البرنامج والبرنامج خصوصا ده تقيل خليك تختار الانفايرمنت والرول والكونفيجريشن تمام عشان تختار. هو ده بقى فكره الاي اكس اي لما بتقرا في الاكستنشن عشان تبقى برضه فاهم يعني ايه اكس اي. مش بتقول دي اكونت هي صح ماشي زي ما الناس بتقول دي اكونت برنامج او اكونت عمل برنامج صح مفيش مشكله تمام، بس تبقى فاهم لما بتدوس عليها ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل ان هو مرتب كوماند واوامر ورن معين ان انت هيظهر كذا وهيطلع كذا تمام. طيب هل احنا هنحتاج في ده في السي؟ للاسف لغه السي لغه تعتمد على زي لو انت كتبت هنا مثلا كوماند اهي ده كده دي كده لغة السي شايف الويندو شايف البلاك شايف الوايت ده كده السي. طب هتقول لي طب احنا ليه بنتعلمها؟ علشان زي ما قلت لك لما تدخل سي شارب او سي يعني مش عايز اقول سي بلس بلس مش مشكلة ممكن تاخدها تبقى فاهم، لان هو زي ما قلت لك هو مش هنعمل اختراع العجله. انا دلوقتي بقى معاك اختراع العجله وبفهمك خصوصا ان احنا مهندسين مدني طبعا مفيش باك جراوند عن
البروجرامينج بصفه عامه، عشان كده تبقى فاهم لما تدخل على السي او سي شارب. تمام، زي بالظبط انا دلوقتي مثلا عاوز مثلا احنا ليه بنتعلم مثلا جمع طرح في ابتدائي، وبعدين بنتعلم حساب مثلثات، وبعدين بنتعلم اللي هي الانتجريشن والديفريشن اللي هي التكامل والتفاضل في الثانويه عامه، علشان لما حضرتك مثلا عامل لك تكامل وتفاضل في الثانويه عامه تمام، او بتحل مساله تفاضل ما هي فيها جمع وفيها طرح وفيها اسم وفيها تحسب مثلا اكس بره وقواس ومش عارف بالظبط، يبقى كل ما بتعدي مرحله تمام احنا مش هنحتاج الجمع والطرح بس، مش هتعيش حياتك كلها تجمع ده، انت حتى بتوصل لمستوى معين في الجمع والطرح خلاص بتستخدم كالكوليتر. انت فاهم ازاي؟ لو قلت لك مثلا 5000 في 60728 في الضرب، يعني استحاله تعرف تضربها، ممكن حتى لو ضربتها الاكيرس بتاعتك مش تبقى عاليه زي الكالكوليتر. انت فاهم قصدي ازاي؟ فهو ده بالظبط برمجه السي، ان انا باهلك انت دلوقتي في كورس برايمري او ابتدائي، علشان لما تدخل اعدادي وثانويه عامه اللي هي السي بلس بلس او السي تبقى سي شارب، تبقى فاهم بقى خلاص. انت مش فاهم مثلا السلاش دي عباره عن ايه، الكوماند عباره عن ايه، لو كتبت كذا هيحصل كذا. انت فاهم قصدي؟ فهو ده دي الكوماند اللي انا فتحتها اللي هي بص تدخل على مثلا ستار بس تشوفها برضو تاني سي ام دي تمام، اللي هي كوماند برومنت تمام، دي اللي هي يعتبر لغه السي. طب هل احنا نشتغل كده؟ لا طبعا، احنا لو اشتغلنا بالطريقه دي او على التكست فايل تمام، فطبعا دي محتاجه حد بروفيشنال، او بمعنى اصح ليه تهين نفسك. انت دلوقتي في برنامج بيرسم اوتوكاد، سوري، في برنامج اسمه توكاد بيرسم دروينج، ليه طيب ترسم بقى تجيب ورقه وتتطر ومسطره التي وتشوف التي مظبوطه؟ بالظبط، ليه تهين نفسك؟ طب ما ترسم، وبنفس الوقت لو محتاج برضه سمارت ممكن ترسم بالتكن، انت عارف طبعا توكاد ما بيفهمش غير لاينز. انت فاهم قصدي ازاي؟ بالظبط، هي يعني كل بس نفس الموضوع، ليه تبقى مانوال، ليه تبقى تقليدي؟ لا، حاول بقى، يعني انا هعلمك اساسيات الرسم في اعدادي وانت بتدرس، بس لما تشتغل بقى مفيش حاجه اسمها ترسم لي زي رسم اعدادي، لا شكرا، انت ترسم بقى برامج متقدمه زي الاوتوكاد زي التيكلا السوليد ووركس. هو ده بالظبط اللي احنا ان شاء الله هنعمله. انا هعلمك السي اللي هو زي رسم مدني اعدادي، تبدا بعد كده بقى في الابلكيشن. بس برضو يعني قلت لك فكره، عارف طولت واتكلمت كتير، بس علشان لما نبدا بقى ان شاء الله في احنا كده خلاص المفروض اوريدي هنبدا بقى خلاص في البرنامج، وهنعمل اول كود وهنطلع كمان اول حاجه، فتبقى خلاص فاهم يعني ايه بقى السي، وتبقى فاهم بالظبط اللي هيطلع، وبرضه تبقى فاهم برضه الدنيا ماشيه ازاي. ما تبقاش بص في البرمجه، حاول ما تبقاش حافظ مش فاهم. اكبر غلط في البرمجه او في الديفلوبر، يعني لو انت عشان مهندسين مدني، ان انت طبعا تبقى فاهم حافظ مش فاهم. عشان كده احنا للاسف الفورترن هي طبعا اللغه برضو مش هنقول ان هي زي السي، لا زي ما قلت لك انه هي بتبقى قريبه من الانسان، بتبقى الكومبايلر صعبه، بس بتبقى للاسف عشان التعليم وكده، فما بنجم ما بنحبش البرمجه. بس هل انت كمهندس؟ اه طبعا، انت لو فاهم ان الديزاين ده مجرد بس ابلكيشن اللي انت شويه حاجات حافظها، شوف كمان انت حافظها مش فاهمها، لا يبقى انت كده مش ديزاينر، انت كده تبقى يوزر عادي، بس يعني بتبقى حافظ لايام انت فاهم. عشان كده احنا بنتعلم برمجه علشان ان انت فعلا لما تبقى مهندس، سواء بغض النظر تكنيكال او ديزاين او بتشتغل باي بروجرام تمام، ما تبقاش بس مجرد زي مثلا تسوق عربيه، لازم تبقى، مش هنقول لك صح هندخلك في ميكانيكا العربيه، لان طبعا ميكانيكا العربيه انت كده محتاج مهندس موف انجينير ومهندس ميكانيكا سياره، ولا برضه في نفس الوقت تبقى مجرد سوري في الكلمه سواق بتسوق. طب لما بتدوس على البنزين او بتدوس على الدبرياج او على او الجير بوكس اللي هو الفتيس او وات ايفر ايا كان، لا لازم تبقى فاهم على الاقل فاهم الكونسبت. شوف تبقى فاهم الكونسبت، وهو ده المطلوب ان شاء الله. تمام، زي ما قلت لك البرنامج هتلاقوا ليه لينكس بتاعه، هتلاقوا فيه فيديو ازاي تشرح ازاي، لا مش هحطها انا طبعا مع الفيديوز العاديين، وطبعا هم هتلاقيهم 10 لينكس 10 لينكس تمام، هتلاقي 10 لينكات يعني، فهتلاقيها طبعا عشان بس ما هتلاقي بس في الفيديو بتاع السيت اب بتاع المايكروسوفت فيجوال هتلاقيها موجوده، وهتلاقي كمان شارح اشرح كمان ان شاء الله ازاي انت بتعمل سيت اب للمايكروسوفت فيجوال.